اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يسرتنا للخير ويسرت الخير لنا ونسألك الثبات على الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم صل على معلم البشرية الخير، صل عليه يا ربي وسلم سلاما تمام سلام صلاة وسلاما تمام أكملان. اللهم يا رب ألزمنا هديه وسنته وسر بنا على طريقته حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم يا رب اجعلنا من أهل دينه الذين ينافحون عن سنته ويثبتون عليها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الشقاق والنفاق والبدع والضلالات، إنك على كل شيء قدير. حياكم الله في هذا الصباح الطيب، وأسأل الله أن يطيب لنا جميعا الأوقات والأيام، وأن يطيب لنا الحياة كلها. لا تطيب الحياة إلا بالإيمان. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما دام ذكر أمرين فأحدهما قسم الآخر. فالأول يتكلم عن الدنيا، نحيينه حياة طيبة هنا، قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي لا أيها الكرام، نحن الآن أيها الأحبة في مجلس مغفرة ورحمة من الله جل وعلا. وأذكر الإخوة أولا بنعمة الله علينا بأداء هذه الصلاة، صلاة الفجر الجماعة، هذه نعمة عظيمة. كم من الله عليك بها فأديتها مرات ومرات، فأبشر بالخير. الذي يريد أن يرى وجه الله في جنة عرضها السماوات والأرض عليه أن يحافظ على هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذه الليالي شوف القمر إذا كانت السماء صافية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبه لك الرؤية بالرؤية، يعني بغاية الوضوح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة إيش؟ الفجر. صلاة قبل غروبها صلاة العصر. فهاتان الصلاتان من أسباب رؤية الله في الجنة، من أسباب دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، بردان هما الفجر والعصر. وقال في حديث صحيح: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج النار. اللهم يا رب اجعلنا من يحافظ عليها حتى تخرجنا. ومن منن الله على العبد إذا حضرها وشهدها في جماعة أن يكتب له نصف الليل لأنه صلاه كله، طال الليل وأم قصر، نصف الليل تماما. فإذا كان قد صلى الصلاتين العشاء والفجر في جماعة كتب له الليل كله. حديث عثمان وهو في الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الليل كله يكتب قيام لصلاتك لهاتين الصلاتين من جماعة، العشاء والفجر. هذه من منن الله العظيمة. لذلك يستحق هذا الأمر والله يا إخوان أن يعني يتكلف الإنسان به، ولو حصل له شيء من التعب، ولو بعد المكان، ولو اضطر لأمور ربما لا توافق هوى النفس، لكن من أجل مثل هذا الأجر العظيم وما سمعتم فإنه يهون. يبقى ما ذكرناه دائما من قضية الاحتساب، الإنسان يحتسب مثل هذه الأشياء، يفكر فيها عندما يخرج من بيته يريد صلاة الفجر، فهو يستحضر هذه المعاني العظيمة، يريد أن يرى وجه الله في الجنة، يريد أن يكتب له قيام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، إلى غير ذلك. ثم ها نحن بعد كل فجر بفضل الله ومنه وكرمه نجلس مجلسا نتعلم فيه شيئا من أمور ديننا، فهذا مجلس العلم له أجر. أنت الآن مجرد جلوسك في مجلس العلم لوحده له أجر، وفي حديث. ثم جلوسك في المسجد حتى لو لم تكن في مجلس علم له أجر آخر. فالإنسان يخرج من بيته وهو
قد استحضر عدة نيات شهود صلاة الفجر في جماعة ليصيب الثواب الذي ذكرناه، يصيب النور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث صحيح. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا النور التام يكون لمن؟ لأهل الإيمان. المنافقين ما عندهم نور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، نص عليها. وفي حديث آخر ذكر ليش، لأنه عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسأل الفجر عن بعض الناس، فلان موجود فلان موجود، ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا. يحبوا يحبوا يحبون الحبو ما هو على يديه وركبتيه يجي عشان الأجر. فهذه المعاني تستحضرها. ثم أيضا مجلس العلم ذكرنا بهذا، ونذكر من جاء أو أتى إلى بيت من بيوت الله لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلم كان له كأجر حاج أتم حجته. شوف هذه نصف ساعة تجلس في المسجد بلاش في مجلس العلم، حج أجر حج، بعدين حاج أتم حجته، ما هو لعبه قصر بها. والله يا أخوان شوف، أردنا أن نذكر هذا في درس خاص، ولكن كلما ذكرنا ثلاثة نتذكر. أنا قلت لكم ثلاثة أسماء، أحد منكم يذكرها ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا كم سنتكلم عنه؟ عندما تسمع مثل هذا الحديث تذكر الكريم الوهاب الشكور سبحانه، تتجلى لك ما معنى أو تتجلى لك معاني هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله. يأتي الإنسان يجلس نصف ساعة أو ساعة ربه في المسجد يحضر مجلس علمه فيرجع بأجر حجه، فضل عظيم، لأنه من الكريم سبحانه وتعالى. فهذه أيضا من الأشياء التي يحتسبها الإنسان، مجلسك هذا اللي أنت جالس فيها الآن. أنت جالس سخر الله جل وعلا لك عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. ماذا يفعلون؟ يستغفرون الجالس. والذي يجلس يأتي المسجد للصلاة، ما دام جالس في المسجد الملائكة تدعو ثلاث دعوات: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، طول ما أنت في المسجد حتى تخرج أو تحدث. إذا أحدث انتهى، قطعت الملائكة مشت. إذا خرج خلاص هو الذي قطع. ما دام جالسا في المسجد فالملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. نحن كما قلت في مجلس مغفر، يعني أريد أن نتدرب على قضية الاحتساب. دخلنا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ليش يقول احتساب؟ ما هو كصوم بس هكذا عادة، لا، احتسب. ينبغي أن يكون باعثك على العمل إرادة الأجر والثواب في كل شيء تريد أن تعمله وتريد ما عند الله، فيجازيك الله سبحانه. فكم من النيات نحتاج إليها في مثل هذا الجلسة التي نحن فيها؟ كم؟ 6 7 8 9، لا بد أن تستحضرها. تعامل الله جل وعلا، تعامل الكريم الوهاب الشكور سبحانه، فهو الكريم جل وعلا. كم يضاعف لنا من الحسنات وكم يعطي عباده من الخيرات، وهو الوهاب جل وعلا يعطيهم فوق ما يؤملون، كما قال سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم وإيش ويزيدهم من فضله. وهو الشكور، شو معنى شكور؟ يعني يشكر لعباده. فإذا فعل عبد شيئا فمن، لما ننظر في اسم الشكور من شكر الله للعبد على فعله أن يجازي عليه بأحسن جزاء وأعظم الجزاء سبحانه وتعالى، وهو شكور يحب الشاكرين. فينبغي أن تستحضر هذه الأمور عندما تأتي، فكم من الخير. ثم هذه المجالس، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. نسأل الله الفضل، قوموا مغفورا لكم. في رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله الذي وهبنا هذا الخير وجعلنا من أهله وسخرنا له وسخره لنا وفقنا إليه. فكم من نائم، كم من لا يبالي، كم من لا يهمه، وذلك مرده للتوفيق. فنحن والله إن الله قد من علينا بنعمة عظيمة، فأسأل الله أن يثبتنا على ذلك.
أردت أيها الإخوة الأحبة أن أتكلم عن صحابي جميل اسمه المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود. ابن عمرو أبوه عمرو الأسود يقال أنه هو الذي رباه أو يعني رعاه أو كفله بعد موت أبيه، فينسب إلى الأسود وينسب إلى هذا الرجل العظيم الفذ الشجاع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كابر الصحابة عظمائه. المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن أسلم قديما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، كان رجلا شجاعا، رجل يعدل بألف ما ترون فيه ألف، وعمر رضي الله عنه هو الذي عدله بهذه المجموعة بالألف. عمر رضي الله عنه كان يعرف الرجال ويريد الرجال، جلس مرة مع مجموعة من الناس وقال تمنوا، فقال بعضهم أتمنى كذا من المال لأنفقه في سبيل الله، وقال أتمنى كذا، ثم جاء إليه الدور قال تتمنى، قال أتمنى أن ملء هذا البيت الذي أنا فيه رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وليهم أمور المسلمين، يريد رجال. أبو عبيدة رضي الله عنه مات في طاعون عمواس في عهد عمر، ولو كان أبو عبيدة حيا في موت عمر لولي الخلافة بعده، نعم بلا شك، وكان عمر رضي الله عنه يعده لذلك، لكن قضى الله عليه ما قضى فمات رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن العاص فتح مصر وكان في الفتوحات وكان معه 8000 من جنود الإسلام، فأرسل إلى عمر يطلب منه المدد، أمدني برجال جيش، قابل يعني جيوش كبيرة، فأرسل إليه عمر 4 رجال فقط وقال له بعثت إليك 4 كل واحد منهم بـ1000، كل واحد يساوي 1000 رجل. كلام عمر هذا ما هو أي كلام، وجيش بـ8000 و4 كل واحد 1000 صاروا كم؟ 4000، يعني كم المجموع؟ 12000. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يهزم جيش قوامه 12000 من قلة، قال جيشك الآن 12000. من هؤلاء الأربعة المقداد، مقداد نحن قرأنا الآيات هذه سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر يوم الفرقان، وكانت هذه السورة تقرأ في جيوش المسلمين إذا شهدوا المعارك، قرأ القارئ عليهم سورة الأنفال يحرك فيهم نزعة يعني النشاط والفداء، تذكرون مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه شهدت من المقداد، شهدت من المقداد موقفا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. ابن مسعود يحكي موقف شاهده من المقداد، يقول أنا لو كنت أنا صاحب هذا الموقف لكان أحب إلي مما، يعني ماذا تقولون؟ لو قلتم الدنيا وما فيها لقلت هو أحب إليه من الدنيا، أحب إليه ما عدل به. فما هذا الموقف الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يتمنى أن يكون هو صاحبه ويقول تعطوني الدنيا وما فيها مثلا أو أنا أكون صاحب هذا الموقف؟ إيش؟ ما أبغى الدنيا، أريد أن أكون صاحب هذا الموقف. ما هذا الموقف؟ يقول جاء يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف يدعو في يوم بدر يسأل الله جل وعلا أن يستنزل النصر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وابن مسعود والرابع يقول رضي الله عنه سار النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة وكان يضع أصبعه ما هو شيء كذا يضعها في الأرض يغرسها كذا، فيقول عليه الصلاة والسلام ها هذا مصرع فلان، هنا يصرع أبو جهل، هنا تجدونه هنا، هذا قبل أن تبدأ معه، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع. قال ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره ما جاوز رجل منهم موضع أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ايش يقولوا بالصد، والله ما جاوز رجل منهم موضع اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما بدات المعركه بدات تربيه الامه لترتبط بالله، قام عليه الصلاه والسلام يدعو ويهتف لربه كما حديث عمر عند البخاري، يهتف ينادي عليه الصلاه والسلام ويرفع يديه حتى سقط رداءه على منه عليه الصلاه والسلام، يا ربي نصرك الذي وعدتني، وينادي ربه عليه الصلاه والسلام ان تهلك هذه العصابه، عصابه مجموعه الناس وقد مر بنا نحن عصبه، فلن تعبد في الارض بعد اليوم يا رب. فما يزال يهتف بربه حتى جاء الصديق رضي الله عنه والرداء عند كعب النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط، فرفعه ووضعه عليه والتزمه من ورائه، يعني ضمه يشفق عليه ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك ان الله منجز لك ما وعدك. في هذا الموقف او في هذا الوقت الذي كان يدعو ممن تاثر بالموقف بغداد رضي الله عنه. وهذا الكلام قد ثبت انه قاله في المشهور لكنه عاد اليه، لان ابن مسعود يذكره الان في حال الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء سلاح عجيب. في هذا اليوم ايضا من المواقف العجيبه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالدعاء. وابن مسعود ايضا يروي هذا الحديث وكان شاهدا بمكه. اول ما دخل في الاسلام كان ضعف ولا يستطيع احد ان يظهر اسلامه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه كان ساجدا، وهؤلاء في ناديه قريش كبار قريش ابو جهل وعتبه وربيعه وشيبه وابي، فقال ابو جهل من يذهب الى اهل ابي فلان فياتي بسلى جزوره، اليوم عندهم جزور قد وضعت سلى الجزور هي المشين التي تغطي الجنين، فيضعه على 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 عنق محمد، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فذهب وأتى بالسلة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ووضع على رأسه على وسخ الدم، وابن مسعود يرى ما يستطيع أن يفعل شيء، يقول أرى لكن ليس لمنع وليس لقوة، ضربه قبل يومين أو ثلاث أيام أو أسبوع أو شهر أو جهر أمام الناس لأنه قرأ القرآن. قال فانطلق إنسان ما يستطيع أحد، ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بالذي جرى عن النبي، فخرجت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي جارية صغيرة، فجاءت تجري إلى أبيها فمرت بهؤلاء وهم يتضاحكون حتى يميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، فأخذت تسبهم بكم وبكم، ثم جاءت إلى أبيها ورفعت هذا القدر عنه، فجلس عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته ثم أقبل عليه صلوات الله وسلامه، قال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بقريش. قال فذهب الضحك عنه، عرفون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم، وعدد رجاله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه في يوم بدر فوالله لقد رأيت الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم صرع كلهم في بدر، رأيتهم كلهم صرع. وهذا درس عجيب فيما يتعلق بالدعاء، نتعلم من فوائد كثيرة لكن منها أن الإنسان ما يستعجل. الكلام هذا تقريبا الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في السنة الثالثة ولا قبل ثلاث سنين الأولى، الموقف في مكة، ثم جاءت 10 سنوات، ثم جاءت الهجرة، ثم جاءت غزوة بدر في السنة، يعني بين الموقفين لا يقل عن 10 سنوات. فيدعو عليه الصلاة والسلام في مكة ويستجيب الله له في بدر بعد ما يقارب 10 سنين أو زيادة أكثر من 10 سنين. لقد رأيت الذين سمى، ما زال ابن مسعود حافظ اسمه واحد كلهم صرع يوم بدر بأسمائه. فنعود إلى قصة ابن مسعود مع هذا الموقف، يقول في أثناء الدعاء يقول فجاء المقداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام، كلام مقدد موفق. وهذا عند المشهورة أيضا عندما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس كما سمعتم في الآيات، الله جل وعلا
قال يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ما يريدون القتال، هم خرجوا للعير ما خرجوا للقتال، لكن الله يريد أمرا آخر. فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المشهور مقصود بها الأنصار، لأن بينه وبينهم عهد أنهم يدافعون عنه ما داموا في المدينة خارج المدينة. فكان ممن وقف المقدار وقال نفس المقالة، وقال ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فالمقدار رضي الله عنه جاء بهذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، معك رجال. المقدار من المهاجرين، طبعا الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم رجل مهاجرين أثنى على كلامه ثم يعيد أشير علي أيها الناس، أبو بكر يتكلم ويكمل الكلام فيثني على الخير ويعرض عنه، أشير علي أيها الناس، يقوم عمر ويتكلم فينتهي من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه، قام المقداد وتكلم أشير، قال سعد فهم هذا كأنك تقصدنا يا رسول الله، أنت تريدنا نحن، فهمت أنت ما تريد أصحابك إذا جاءوا مكة. قال نعم. قال يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني خيول البحر قريب كان جدا، والله لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرناها معك. برك الغمام بينها وبين بدر ما يقارب 800 كيلومتر، موجودة إلى الآن منطقة اسمها البرك بينها باختصار، وهي برك الغمام وكانت تتبع عليهم في ذلك الوقت. يقول المؤرخون بين البدر وبين برك الغمام ما يقارب 16 قبيلة كان بينها نزاع وبين الأوس والخزرج، يعني لذلك ذكر يعني يقول لن نصل البرك هذا حتى نقاتل 16 قبيلة غير قريش، ما عندنا مال من أجلك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عند ذلك وطمأن. الشاهد أنه الموقف هذا الذي يذكره ابن مسعود رضي الله عنه خير لي خير مما عدل به، وفق المقداد، شوف التوفيق حتى في الكلام، الله جل وعلا يعطي الإنسان. هل أولا قد يكون هذا بسبب حفظه الكتاب اطلاعه على القرآن، وقد يكون أيضا اطلاع على كتب سابقة لا يدرى الله أعلم، لكن انظر كيف اختار موقف من مواقف الأمم السابقة واستجلب هذا الموقف وقارنه بحاله. لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى، وين حصل هذا؟ عندما يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا من ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا موقف بني إسرائيل، موسى معكم نبي وترون نصر الله، يعني سبحان الله يعني عجب، يرون أن الله موسى يقول لهم إن معي ربي سيهدي، فالذي فرق البحر وشقه وأنجاكم لا يعجزه جل وعلا ينصر، قام اثنان غير ما هو نبي، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني هنا خذوا زمام المبادرة أنتم هاجموا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا، فاذهب أنت وربك حتى قلة أدب، قال كلام قبيح، ربك يعني ما هو ربك، اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدين. قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي افرق بينه وبين القوم الفاسقين. فضرب عليهم رماهم الله بالتيه 40 سنه يأتيهون في الارض، يخرج الانسان منهم يدور هكذا ولا يدري اين يرجع ويذهب ويرجع للمكان الذي كان، فادبهم الله بهذا. ومات موسى في هذا الزمن عليه السلام، وبعده جاء يوشع بن نون والذي تم على يده فتح بيت المقدس، لكن أمة تأدبت تربت تغير حالها بعد أن جاءهم هذا التين. فالمقداد رضي الله عنه استحضر هذا الموقف ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقول كما قال أصحاب موسى، نحن أصحابك وليك أصحاب موسى، اذهب أنت وربك بقاتل، لكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك عن يمينك عن شمالك. طيب ابن سعود رضي الله عنه عندما يقول بأنه يتمنى هذا الموقف ولو عدل بما عدل به، لماذا؟ تأمل في الحديث تجد أمرين يعني بأجزاء. أول المقالة حسن الاختيار، حسن الطرح، اختيار الموقف أيضا، يعني المقداد رضي الله عنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في شدة عندما يهدو ويهتك بربه فجاء إليه يعني يطمئنه
فتقول هذا يعني أحسن الكلام، أحسن اختيار العبارات، أحسن اختيار الوقت، وهذه أشياء أحبها جميعا لأن الإنسان يكون بارزا فيها. في جانب آخر وهو أنه لماذا بن مسعود؟ هل هذا الذي دفعه ليقول يا ليتني كنت صاحب هذا الموقف أم شيئا آخر؟ الشيء الآخر ما هو؟ في آخر الحديث قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر واستنار وجهه. فأيهما يا ابن مسعود تمنيت هذا الموقف من أجله؟ ألأنه قال كلاما سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لأنه قال كلاما يعني يفتخر به؟ الأظهر والله أعلم اللي هو الأول، أنه ابن مسعود رضي الله عنه إنما تمنى هذا الموقف لأنه رآه سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يعني كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يتنافسون السابقون في إدخال السر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغيب عن الذهن موقف عمر رضي الله عنه، موقف أعجب من موقف ابن مسعود فيما يتعلق بسرور النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت ليلة الفتح فجيء بأبي سفيان، أبو سفيان ما الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عمي على قريش خبرنا حتى نبرتها في بلده، فما علموا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة، استجاب الله اللهم عمي عليه، فما وصل ما يدري. حتى المرأة التي حملت الخطاب الكتاب الذي كتبه حاطب رضي الله عنه وأعطاه امرأة جاء الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب علي والزبير، قال المرأة اتبعوها وستجدونها في المكان الفلاني، حدد المكان مع أنها قد مضت هي، ستجدونها في روضة خاخ اسمها، فوجدوها هنا ما مكان ما، فقالوا هات الكتاب، قالت لا كتاب ما، فقال علي أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. كلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول معك كتاب تقول لي ما عندي كتاب، شافت الأمر جدي فأدخلت يدها في ظفيرتها فأخرجت الكتاب. فاستجاب هذا من استجابة الله، يعني ما استطاعت، الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فردوها. فوصلوا خلاص، فأبو سفيان في الليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح على حدود مكة أمر كل مجموعة من 10,000 معه كل مجموعة يشعلوا النار، صور نيران كم أصبحت، فأضاءت. أبو سفيان يتساءل ما هذه النيران؟ ناس تقول نيران خزاعة غطفان قبائل، فكلما عرضوا عليه اسمه قال لا والله إنه أقل من هذا، ما يمكن تكون نيران هكذا. فذهب يستطلع يشوف وش الموضوع، فلما وصل عرف أنه، فوجد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا عباس؟ فأخبره بالخبر. قال يا أبو سفيان الموضوع انتهى، فخير لك أن أستأمن لك رسول الله. فشاف أنه فعلا انتهى الموضوع، فركب مع العباس، ركب معه وراءه على دابة واحدة، فانطلق به. فكان الناس ترى هذا الدابة تمشي فيتساءلون ويتكلمون بينهم، من عليها؟ عم رسول الله عباس ومعه أبو سفيان. ومر حتى أبو بكر جالس مع ثلاثة من أصحابه، فلما رأوا أبو سفيان قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني خسارة هذا الآن حي، هذا الذي آذانا وجمع علينا، لأن الله يريد به خيرا رضي الله عنه اللي هو أبو سفيان. مروا بعمر، فعمر عنده شغل ثاني، ما هو مجرد كلام، السيف موجود لكن ما يستطيع أن يفعل شيء حتى يستأذن الرسول. أبو سفيان الله يمكن منه يجيل أبو سفيان بنفسه، هذه غنيمة، لكنه ما يستطيع حتى يستأذن. فانطلق يجري، فسبق الدابة وعليها العباس وأبو سفيان، يريد أن يدخل يا رسول الله ويقول يا رسول الله أبو سفيان إذن لي أنا. فوصل عمر وجلس أمام، جلس على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أمكن الله من أبي سفيان إذن لي أنا أقتله. ما انتهى من الكلمة لو العباس قد دخل فقال قد أجرته يا رسول الله، خلاص أجرته يعني ما يمكن حدثه، فانتهى قال خلاص يا رسول الله. فالعباس رضي الله عنه قال إيه يا عمر والله ما تفعل ذلك إلا لأنه ما ليس من بني مخزوم يعني من قبيلتك،
الإسلام أهم إلي، ورسول الله هذا أهم إلي وأهم. والله يا عباس لإسلامك يوم أسلمت أنت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. من الخطاب؟ أبوه. ليه؟ ما يحب أبوه؟ شوف يا أخوان كيف الهوى مع من؟ قال لأني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك أكثر من إسلام الخطاب، يعني يريد أن تقر عينه بإسلام عنه. فأنا أحببت إسلامك أكثر من إسلام أبي، أميل بهواي وقلبي مع ما يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تنظر رضي الله عنه. فكان سرور النبي صلى الله عليه وسلم عندهم له مكان قدر عظيم. ونحن أيها الإخوة الأحبة اليوم لا بد أن نعمل أشياء تسر النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيك يوم تأتي يوم القيامة وحسناتك أمثال الجبال، ولك حق ولك صلوات ولك صدقات ولك قيام ليل ولك أعمال صالحة، هذا كله سيسر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ الله جل وعلا يوم نبعث لكل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. تعرض عليه السلام عليه أعمال أمة. فلا شك أيها الإخوة يسره أن يرى من أعمالنا وطاعاتنا وقرباتنا الذي ينبغي أن نتنافس وأن نتسارع إليه، خاصة في مثل هذا الموسم العظيم الذي نحن فيه. فلنجد ونجتهد، إن كنا قد حرمنا في الدنيا أن نراه عليه الصلاة والسلام ونجلس معه ونفعل أشياء تسره، فليحرص العبد على أن يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يعجب الذي لا إله غيره أن يرى أحدا من أمته هذا. لما يرى الناس تذاد عن الحول ماذا يقول؟ أمتي أمتي أمتي، يعني ليش تمنعونهم عن الحول؟ ملائكة تمنع، رجال تمنعهم عن الحول، فما يرضى عن الصلاة. فلذلك أيها الإخوة الأحبة، كلما ازددت قربا من الله وطاعة كلما ذلك كان ذلك من أسباب سرور النبي صلى الله عليه وسلم بك يوم القيامة. نسأل الله الذي لا إله غيره أن يهيئ لنا من الأعمال الصالحة ما نسر به قلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يكون سببا أن نحشر في زمرته وأن نلد حوضه ونشرب منه، ويكون سببا أن ندخل جنة ربنا معه إنه على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وكل أيدينا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع منار الإسلام. اللهم ارفع منار الإسلام في كل مكان، اللهم ارفع منار السنة وأهلها والمدافعين عنها يا رب العالمين. اللهم اعن الكفر والكافرين والفساد والمفسدين والنفاق والمنافقين وأعداء الدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والتوحيد والسنة يا رب العالمين، واجعلهم هداة للمهتدين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم واصرف عن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، واصرف عنهم عدوان المعتدين، واصرف عنهم سفك الدماء والقتل والتشريد يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل حاضر هذه الأمة أمة الإسلام خيرا من ماضيها، مستقبلها خيرا من حاضرها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، ولي على عبادك خيارهم الذين يعدلون فيهم ويرفقون بهم ويسبقونهم إلى رضوانك، وجنبهم من الأشرار يا رب العالمين والمفسدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمن المسلمين بدونهم وأصلح أحوالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأصلح وأحسن أعمالنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، واجعلنا في الاجتهاد والطاعة فيما بقي منه خيرا مما مضى منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن أمن لك فقبلته وسألك فأعطيته ودعاك فاستجبت له، ومن النار أعتقته يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا، ومن له حق علينا يا أرحم.